مساء الخير على حضراتكم. 5 رمضان هو رمضان أيامه جميلة وسريعة، بتجري بسرعة جدا، وبنحس إن إحنا بيبدأ رمضان وتتوالى الأيام كلها روحانيات وخير وبركة. والحقيقة المصريين كلهم يحتفون ويحتفلون بهذا الشهر الكريم بكل العبادات الحلوة وأيضا بكل المظاهر الاجتماعية الجميلة. الأمن كده لطيف والناس في البيوت في حالة لطيفة. نتمنى دايما أن يكون السلم والأمن والأمان دايما هو عنواننا في بلدنا الحلوة. تعالوا نتابع معاكم ما يجري في العالم كمان. يعني كنا بنتابع طبعا قبل بداية شهر رمضان على التوالي دائما الأزمات اللي موجودة في العالم، خاصة الأزمة الأوكرانية اللي بتمثل تهديد اقتصادي للعديد من الدول حول العالم. ولو بتتابعوا الأخبار العالمية هتلاقوا أنه في اختلاف كبير جدا في كل إمكانيات دولة، وهذا الحال يعني حاصل بشكل كبير جدا في أوروبا، على اختلاف كل دولة عندها قصة وعندها موضوع وعندها الحقيقة أزمات اقتصادية بشكل كبير، لأنها تأثرت أكثر أوروبا بشكل كبير جدا. تعالوا نبدأ مثلا نروح معاكم في ألمانيا. في ألمانيا هنلاقي ارتفاع معدل التضخم في شهر مارس كان بمعدل 7.3%، وهو أعلى مستوى له منذ نحو 40 عام. يعني شوفوا الأرقام بتقول إيه، من 40 عام ما حصلش هذا التضخم، وده اللي بيؤكد على أنه الأزمة الأوكرانية اللي حصل الأزمة الأوكرانية الروسية سبب كبير جدا، وتأثيره بدأ يعني يبقى باين بالأرقام على الدول ومنها ألمانيا زي ما قلت. اتجه بقى إيه المواطنون الألمان نحو تخزين السلع بصورة غير مصبوعة. ولما تتابع الحقيقة الصحافة الألمانية والتلفزيون الألماني ده عمره ما حصل بالنسبة لهم، فكانت الناس بتنزل تروح السوبر ماركت مثلا وياخدوا المخزون بتاعهم من السلع علشان يحسوا بالأمن والأمان إن عندهم ما يكفيهم، وده لا طبع أوروبي ولا هو أيضا طبع موجود في ألمانيا بشكل عام. وده اللي استدعى أن تناشد الحكومة الألمانية المواطنين الألمان إلى عدم الخوف وعدم تكوين المخزونات الغير ضرورية. يعني محدش يروح يشتري حاجة هو مش محتاجها مثلا حتى الشهر ده. انتوا عارفين حتى التفكير الاوروبي عادة بيشتري على قد ما يحتاج احيانا باليوم، واكثر شيء عندهم بالاسبوع. كمان قررت الحكومة الألمانية تحديد كميات السلع التي يمكن للمواطن الحصول عليها من المتاجر بشكل عام أو السوبر ماركت، علشان ما يحصلش مثلا ناس بتهجم على الحاجات وتاخدها فبالتالي يقل المخزون في سلع معينة. فواضح إن هم بدأوا يعملوا تقنين في السوبر ماركت أو في المتاجر بشكل كبير. نروح معاكم مثلا لفرنسا. فرنسا بقى ارتفعت فيها أسعار المواد الغذائية، خاصة الرغيف الفرنسي اللي بنقول عليه باجيت، والباجيت ده روح الفرنسويين زي العيش البلدي بتاعنا، هم عندهم الباجيت. ايه السبب بقى في الباجيت ده أو الرغيف الفرنسي؟ بسبب نقص حبوب القمح، كما نشرت أيضا صحيفة لوموند الفرنسية، وهي قائمة كاملة بالمواد الاستهلاكية التي زادت خلال الأيام الأخيرة، وده طبعا ناتج عن الأزمة الأوكرانية الروسية. وطبعا متمثلة في إيه بقى الليستة اللي كانت موجودة في جريدة لوموند؟ المكرونة، الزيت، الدقيق، القهوة، السكر، الزبدة، والبيض، والدواجن. يعني أهم السلع الغذائية زادت بشكل كبير جدا حتى في فرنسا. فطبعا الموقف ما بين ألمانيا ما بين فرنسا، يعني أنتوا شايفين الحال عامل إزاي. تعالوا نعرف برضو يعني هذه الفاتورة الاقتصادية بيدفعها العالم، تدفعها أوروبا ويدفعها العالم جميعا. معايا الدكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، كل سنة وحضرتك طيبة وكل مشاهدينك يا رب في كل خير. وحضرتك طيب وبألف خير. الحقيقة الموقف في أوروبا واضح إن هو بيزداد صعوبة يوم بعد يوم. يعني عمره ما حدث إنه الألمان يبدأوا يعملوا هذا المخزون المنزلي من المواطنين، وإنه كمان في فرنسا تعمل لستة بالأسعار اللي زادت عندهم بشكل كبير. رأي حضرتك؟ طبعا اسمحي لي اولا انا بشكر حضرتك لاتاحه الفرصه ان احنا ندي نبذه باحداث الاقتصاديه للعالم لتوعيه شعبنا ومجتمعنا باللي بيجرى من جراء الحرب. وده اللي احنا بنتكلم عنه دايما كاقتصاديين. الحرب دي بتمس العالم. النهارده الاتحاد الاوروبي كل يوم بتتعمق المشكله الاقتصاديه، وبيتكلموا اول مره يشوفوا الاتحاد الاوروبي بيدعو للتقشف، يعني بيدعو لتشديد الامور. النهارده أول مرة زي ما حضرتك تفضلتي في المقدمة، أول مرة في ألمانيا
التضخم عندهم بيزداد، ومتوقع انه يكون ما بين 17 ل 20% العام الحالي والعام القادم. ده هيبقى الضعف بقى، يعني احنا بنتكلم على 7.3%، هيك بتقول لي 17، احنا رايحين على رقم اكبر بكتير. بكتير، وللاسف يا فندم النهارده بيتكلموا كمان ان اوروبا للاسف خلال احنا الحرب دي يا فندم دايره تقريبا بقى 6 اسابيع، تمام، هنقول اقل من شهرين. شوف مجريات الامور يا فندم، اولا سلع غذائيه غير متوفره. النهارده حضرتك في المانيا المراسلين من الخارج بيتحدثوا نقص في مادتين مهمين، الزيت والدقيق. والحكومه الالمانيه اول مره في تاريخها بتحدد ان تطرح لكل مواطن ازازه زيت واحده وكيلو دقيق واحد. تخيل حضرتك المانيا الغنيه دي كلها طبعًا بتحد هذا الامر. ما هو واضح لانه النهارده حضرتك بتتكلمي على عيش البجاج، العيش خلينا نقول للجمهورنا كده العيش اللي احنا بننزل العيش هو الباجيت بالنسبه لهم زي رغيف العيش بتاعنا يعني. بالظبط، عندهم ازمه وبيتكلموا الازمه دي بتجر وراها احداث كثيره، طبعا نظرا لارتفاع البترول النفط، نظرا ان عدد فيه غير موجود كثير من المواد الخام اللي يعني المحرك العربيات وما شابه لذلك، حصل عندهم دروب في الصناعات طبعا. عشان كده مأثرة على انتاجية تخيل حضرتك رغيف العيش كمان. فبنقول ان انجلترا تأثرت، المانيا تأثرت، فرنسا النهارده متأثرة من جراء الحرب دي كمان. فرنسا في رفع للاسعار، يعني حتى كان في لسته موجوده على ليموند الفرنسيه على رفع الاسعار، حاجات من يورو ونص نطت ل3 يورو و4 يورو، وشوف اليورو مضروب بكام يعني بالنسبه لنا. لا الناس لا عايزه تعرف. خلي بال حضرتك نقطه مهمه، ان بالنسبه لهم الارتفاع بالنسبه لهم 1%، فلما يكون اليورو ارتفع السعر يعني ارتفع من 1.5 يورو ل3 يورو، ده ارتفاع 100%، يعني ما تقيسوش بعملتنا فندم، قيسوا بالرقم هناك. تخيل حضرتك الاسعار بتزيد 100%. لا ما هو اليورو نفسه رقم مؤثر بالنسبه لهم. طيب استاذ مصطفى، احنا كده بنتكلم على قلب اوروبا، يعني لما يكون انجلترا عندها مشكله كمان في البنزين اللي غلي، وبرده عندها مشاكل كتير في العماله والبطاله بعد الاتحاد الاوروبي بريكسيت وبعد كورونا، يعني عندهم مشاكل متتاليه. المانيا كمان بسبب الازمه الاوكرانيه الروسيه وفرنسا، وبالتالي لما دي عواصم كبيره في اوروبا، فما بال بقى العواصم الاصغر يعني. هو طبعا خلينا اذكر حضرتك الرئيس الفرنسي كان من كام يوم بيتكلم اصل فيه هيحصل في افريقيا ودون ان يذكر بلده علشان الانتخابات اللي هي يوم 10 طبعًا. يعني انتخابات في مايو، ايام قليله وللاسف احنا كلنا بنتعمق اقتصاديا، الشعبيه في اوروبا للقيادات اللي موجوده للاسف بتنخفض انخفاض كبير نظرا لجراء الحرب، وزي ما حضرتك شايفه كده مستهدفات كبيره جدا لاشتعال الحرب اكتر، عدم احتواء الازمه. بالضبط، حسن استعداد لمواجهه الازمه دي كان لازم يكون في تدبر سياسي، يعني كان لازم يحلوها سياسيا ويبعدوا عن جراء الحرب، ولكن للاسف الشعوب في الاتحاد الاوروبي النهارده بيئنوا من ارتفاع في الاسعار، ارتفاع في فواتير الكهرباء والغاز والميه والكهرباء طبعا الاكل وكل السلع التموينيه من جراء الحرب اللي ما فاتش عليها شهرين. اكيد هو يبدو زي ما الحمد لله رب العالمين. شوفي حضرتك النهارده حضرتك بتقولي ايه؟ أيوة. ان عندنا السلع التموينيه موجوده الحمد والرئيس لله. قال لهم انزلوا اشتروا. أيوة. ورغم ان بس ده ما يمنعش برضو ان احنا لازم نبقى كمواطنين عندنا الحذر بقى، الحذر الانساني، يعني شايفين العالم عامل ازاي، لازم يكون عندنا الترشيد والحذر ده اكيد. دكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي، اشكرك شكرا جزيلا، زي ما حضراتكم متابعين كمان كانت بالصوره، العالم كله عنده مشاكل، وده اللي قلناه طول الوقت، لما يكون في مشكله بتحدث في العالم بقينا كلنا دائره كبيره متصله، فلازم يكون عندك تاثير هنا وهناك طول الوقت، والشعب الذكي هو الشعب اللي يقدر كمان يتعاون في الأزمات ويقدر يعديها، لأنه لا خيار غير أن احنا نعديها بإذن الله. هناخد فاصل ونرجع نواصل معاكم كمان يعني ما ذكرته في البداية عن رمضان وعن خير رمضان، وأيضا عن الأنشطة الاجتماعية وعن الدراما الرمضانية المتألقة في رمضان 22.
فصل قصير ونعود معاكم ونواصل التاسعة، تفضل. يتلقاها الاقتصاد العالمي مع استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية التي تسببت في تفاقم أزمة الطاقة وتوسيع أزمة الغذاء وانهيار سلاسل الإمداد ودخول العالم في موجة جديدة من التضخم. في الوقت الذي وضعت فيه الحكومة الفرنسية خطة مرنة لمواجهة الارتفاع الكبير في أسعار السلع، يحاول المواطن الفرنسي الآن أن يتعايش مع الأزمة، حيث بات الكثيرون من الفرنسيين يتخلون عن سياراتهم في التحرك لتقليل الاستهلاك من الوقود، وأيضا بدأ البعض يلجأ إلى ركوب المواصلات العامة أو الدراجات الهوائية لتوفير النفقات. كما تشهد المتاجر حالة من النقص الشديد في السلع بفرنسا، كما أن هناك ندرة شديدة في توافر منتجات الزيوت. وفي ظل التداعيات السلبية للأزمة على سلاسل التوريد، وزير التغذية الألماني ناشد الألمانيين بعدم التكالب على الشراء وتكوين مخزونات غير ضرورية بدافع الخوف. ورغم مناشدات الحكومة الألمانية، يزداد الطلب من جانب المواطن الألماني بشكل جنوني على سلع أخرى مثل المكرونة والطحين. وفي إسبانيا تقيد بعض محلات السوبر ماركت الإسبانية مبيعات زيت عباد الشمس الذي يأتي في الغالب من أوكرانيا بعد اكتشاف ما وصفته بسلوك المستهلك غير العادي، حيث يميل الأفراد للشراء بكميات كبيرة خوفا من اختفاء المنتج من الأسواق. وبسبب تداعيات الأزمة أغلقت مصانع سيارات في أنحاء أوروبا، لا سيما في ألمانيا، نتيجة تعطيل توريد المكونات الأولية الضرورية لإنتاج أشباه الموصلات والبطاريات وغيرها من المكونات اللازمة للصناعة بحسب ما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال. بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار بشكل جنوني في أوروبا والولايات المتحدة، ستضيف تداعيات الحرب في أوكرانيا أعباء أخرى أمام الاقتصاد العالمي، خاصة مع تزايد أعداد اللاجئين الأوكرانيين للدول الأوروبية المجاورة والتوقعات بزيادة حجم الإنفاق العسكري خاصة في دول أوروبا. طبعا ما نشاهده من أزمات في أوروبا بشكل عام، من الغاز إلى السلع إلى ارتفاع في الأسعار إلى تضخم غير مسبوق موجود في ألمانيا، حتى بالنسبة للبنزين في دول أوروبية أنتم عارفين أنه الطرق السريعة هناك السرعة عليها مفتوحة، فبدأوا يفكروا في تحديد السرعة علشان بالتالي يكون في تحديد لاستهلاك البنزين، يعني ما يبقاش في نفس الكمية اللي كان بيستخدموها فيضطر يجري على الطريق فيحرق بنزين أكتر. وزي ما أنتم شايفين دول كتير زي أسبانيا أهي بتمنع الناس أو بتخلي الناس بتقول لهم أنه ما حدش ياخد زيت عباد الشمس، أكيد لأنه الحاجات اللي كان بيتم استيرادها من روسيا أو من أوكرانيا بتمثل نقص كبير جدا في أوروبا، والأزمة واضح أنها طاحنة وموجودة بشكل كبير. طيب خلينا احنا نرجع الى مصر وخلينا نتكلم عن رمضان. الحقيقة يمكن زي ما قلنا بداية الشهر الفضيل بدراما رمضان، الدراما اللي بيتابعها الجمهور، والحقيقة في رضا كبير جدا وفي الحقيقة مشاهدات عالية جدا وفي موضوعات متنوعة لكل أفراد الأسرة، وأعتقد أنها موضوعات يعني هذا العام كلها موضوعات تساعد على تشكيل الرأي والوعي بشكل كبير. الحقيقة احنا فكرنا في التاسعة لانه الحقيقة المتابعة الكبيرة اللي موجودة على مسلسل الاختيار وبالتحديد على التقمص الرائع للسادة الفنانين والممثلين اللي قدموا ادوار الحقيقة صعبة جدا، والحقيقة الادوار علشان يتقمص شخصيات وشخصيات سياسية وشخصيات مهمة وشخصيات موجودة معانا، فده شيء مش سهل ابدا، زي ما شفنا الفنان الكبير طبعا ياسر جلال، الفنان صبري فواز، الفنان يعني الصاوي، الحقيقة عدد كبير من الفنانين، وأعتقد أنه المكياج كمان أو الماكير اللي كان في العمل هو بطل من الأبطال أيضا، لأنه استطاع أن هو يساعدهم على هذا التقمص بأنه الشكل يبقى مقبول جدا ويبقى أقرب إلى الشكل الطبيعي. خلينا ناخد الماكير الأستاذ أحمد مصطفى. مساء الخير يا فندم. مساء الفل يا فندم، ربنا يخليك يا فندم على الكلام الجميل ده، ده حاجة جميلة يعني فوق دماغي من فوق. طب قول لي يعني اولا انت عندك يعني انا عايز اعرف يعني انت عندك ادوار يعني شخصيات صعبه جدا، يعني بدايه شخصيه الفنان ياسر جلال وهي طبعا هو بيقدم شخصيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي شخصيه صعبه جدا انه لم نتخيل انه ياسر جلال يطلع بهذا الشكل يعني.
الحمد لله. طبعا انا بشكر طبعا دكتور بيتر على ثقته فيا في ده، وده مش اول تعاون بينه وبين دكتور بيتر، فهو كان واثق فيا الحمد لله ان انا بشتغل كويس وان انا بعمل الشغل المكياج ده كويس الحمد لله. فاول ياسر شخصيه يعني طبعا ياسر شخصيه جلال مغير حاجات كتير قوي، من الشعر للحواجب لأشياء كتير قوي يعني. الحمد لله الحمد لله. بس كان دكتور بيتر كان يهمه حاجه واحده جدا، ان احنا يبقى في بساطه في المكياج، ما يبقاش في حاجه اوفر. طبعا هو عاوز الروح بتاع الشخصيه طبعا اللي بيجسدها استاذه الجلال طبعا شخصيه الرئيسه عبد الفتاح السيسي. فقال لي انا عاوز الروح بس، اقرب طبعا حاجه ليها من غير اي حاجه نعملها تبان ان هي فيك، تبان ان هي في شغل طبعا تركيبات ولا حاجه. قال لي لا مش والتعامل عاوز هنا الحاجات دي، فيه حساسيه، انا انت بتقدم حاجه تبقى طبيعيه. شخصيه زعيم عربي يعني، طبعا طبعا فطبعا طبعا طبعا التعامل معاها مش يعني مش سهل. طبعا. والحمد لله رب العالمين، ربنا وفقنا، لان احنا فعلا كلنا ذاكرنا وكلنا حاولنا نوصل الشكل ال طب قولي كده، قولي لأحسن حاجة. من الكواليس استاذ مصطفى، قولي كده من الكواليس يعني حضرته قد ايه، انت وصلت لايه، كنت بتشوف مثلا فيديوهات للسيد الرئيس، صور، حضرته ازاي الفنان اصلا انا ياسر كده جلال؟ اصلا بحبه جدا اصلا، كلنا انا بحبه. طبعا فبالتالي طبعا كنت بتفرج على كل الفيديوهات، بشوف الصور، وكمان الصور احنا بنعمل المرحله بتاعت 2012 2013، فاهمه؟ ايوه سنه طبعا بس فاهمين طبعا، اللي كنا بنشتغل عليها. فطبعا كنا اللي هو الاخوات طبعا اشتغل، وقت وزير الدفاع والستايلست لما كان حسن مصطفى اشتغل ان هو يبعت لي صور والفيديوهات اللي في الوقت ده بالظبط، عشان نقدر نرسم على وش استاذ ياسر بالظبط الرتوش بالظبط اللي احنا عاوزينها، والعلامات المميزه في الشخصيه الرئيسيه على استاذ ياسر نفسه. فبأبسط حاجه من غير اي فيك زي ما قلت لحضرتك. فالحمد لله ربنا وفقنا، عملنا بروفه طبعا مره واثنين وثلاثه بمشاركه طبعا كوافير استاذ ياسر طبعا محمد خدت سعد. وقته قد ايه استاذ احمد؟ عملنا ايه يعني فندم؟ لحد ما خرجتوا للشكل النهائي اللي اتفقتم عليه اخدت وقت قد ايه؟ لا فندم، احنا عملنا مرتين تيست، والمره الثالثه الحمد لله وصلنا للشكل اللي احنا عاوزينه بالظبط، والدكتور بيتر وافق عليه. فالحمد لله يعني، لا يعني هو ثالث مره بالظبط كنا وصلنا للشكل. طب انا هقول لك حاجه يا استاذ احمد، يعني احيانا صحيح انت الماكير واستاذ ياسر جلال فنان كبير ومعروف، ولكن لحد لما يعني حضرت الشخصيه وتحضر الفنان ياسر جلال ولقيته يعني بيطل عليك بشخصيه كان الفريق عبد الفتاح السيسي، لان انت بتتكلم عن الحقبه اللي هي لما بالضبط. كان سياده الرئيس فريق في وزيرا للدفاع. بص يا فندم، احنا اول ما بدانا نشتغل استاذ ياسر يعني قال اللي انتوا عاوزينه اعملوه، حتى انا طلبت منه ان احنا نحلق الشعر من الجبهه الاماميه كده، نحلق الشعر عشان بس ما نضطرش نركب حاجات وبتاع. فاستاذ ياسر طبعا وافق على الفور، قال لي اللي انت شايفه صح واستاذ حسن مصطفى شايفه صح اعملوه، في سبيل ان انا عاوز الشخصيه تطلع مظبوطه جدا. ايوه ووافق فعلا، والكوافير محمد سعد بدا يشتغل على كده، وبدات اعمل بقى الرتوش بتاعت المكياج بالالوان في الفاتح والغامق والكلام ده كله، ومبين كل التفاصيل. والحمد لله رب العالمين، هو شاف في المرايه كده بصراحه قام خدنا بالحضن. يعني اول ما هل المخرج كان عنده، خدنا بالحضن على طول. طيب هل المخرج يعني بعد البروفة الاخيره اول ما شاف الطله الاولى لياسر جلال، ايه الملاحظات اللي حطها المخرج بيتر ميمي؟ يا فندم، هو اول مره عملنا التيست كان فيه ملاحظات بقى، اللون نغمق اللون شويه، في كم ملحوظه كده قالها، ناكد على زبده الصاله بالظبط بنفس لونها وبنفس الخفيه بالظبط. الحاجات دي كلها كان ملاحظات دكتور بيتر في اول مره وثاني مره. الثالثه شاف الصوره النهائيه قال هو ده اللي احنا عاوزينه، والحمد لله ربنا وفقنا فيها يعني. طيب ده بالنسبه، هنروح بقى على يعني رئيس المعزول مرسي وطبعا النجم صبري فواز، ازاي طبعا قدرت تخلق منه الروح دي؟ الحمد لله طبعا استاذ صبري فواز ممثل كبير برضو، اول ما استاذ صبري جه واحنا بنعمل التيست برضو بدانا نعمل الدقن. انا بشتغل الدقن دي هاند ميد كده، شعرايه كده على الوش نفسها، مش تركيب زي زمان كده، فده بتبقى احسن واوقع. بدأنا الحمد لله عملنا الدقن كويس قوي ورسمناها صح. فكان عندنا مشكله في الجبهه برضو بتاعت استاذ صبري، ان الجبهه بتاعت استاذ صبري كبيره، جبهه
محمد مرسي رئيس المعزول صغيره جدا. فحاولنا نحاول نقرب الشكل نعمل نسبه تناسب عشان يبان طبيعي بس. فبدانا نحط شعر في بدايه الجبهه كده من فوق، والكوافير طبعا محمد بوجي طبعا من الناس الشاطره جدا برضو، حاول يقص نفس القصه ويمكس الشعر اللي احنا عاملينه على الشعر بتاع استاذ صبري نفسه عشان يبقى بنفس الدرجه بنفس كل حاجه وبنفس القصه بتاعت الشخصيه الرئيسيه. والحمد لله برضو ربنا وفقنا ان احنا نوصل للشكل اللي حضرتك شفتيه ده. اكيد. ايه اكتر شخصيه ارهقتك بقى بالفعل في الشغل؟ استاذ خالد الصاوي. اكيد، انا كنت لسه هسالك على خالد الصاوي لانه شخصيه وطبعا الدقن هو كمان استاذ خالد الصاوي كمل الشكل بالاداء يعني طبعًا. الاداء يعني فكلمني برضو طبعًا. استاذ خالد الصاوي بدقن خيرت الشاطر دي اتعاملت ازاي؟ بالظبط، برضو انا بقول لحضرتك برضو ان احنا بنشتغل برضو الدقون ده والشعر كل ده هاند ميد كده، فبياخد وقت طبعا مننا مع التفاصيل طبعا بتاع الوش، الحواجب، الهالات اللي تحت العين بالتفاصيلها، مع الكوافير العمل طبعا محمود عبد المنعم والكرو بتاعه، برضو عملنا شعر برضو من قدام كده وركبنا حاجات كده من شعر قدام عشان الشعر كان عشوائي شويه بتاع خيرة الشاطر. انت كنت ماشي بقى بسجل صور طبعا وفيديوهات طول الوقت معاك؟ طبعا طبعا يا فندم، الاخراج استاذ حسن مصطفى الستايلست، كل ده يبقى معانا بنفس المراحل بنفس الوقت اللي احنا بنشتغل بيها بنشتغل على صور في نفس الوقت. طب استاذ احمد، يعني انت بعد لما خلصت المرحله دي بنصور في الاستوديو في مرحلة 2012 ومعاك كل الشخصيات دي من الجانب المصري العظيم الفريق عبد الفتاح السيسي وزيرا للدفاع طبعا، وطبعا المشير طنطاوي الفنان الكبير احمد بدير، وبعدين الجانب بقى من ناحية الاخوان خيرت الشاطر، وكان في شخصيات تانية، كان في بلتاجي وكان في شخصيات تانية، وطبعا محمد مرسي رئيس المعزول. يعني لما شفت ده كله في مشهد واحد انت حسيت بايه؟ بص طبعا انا شرف ليا اولا ان انا اشتغل في عمل زي ده تاريخ ليا انا طبعا، وعمل تاريخي في الاول وفي الاخر، فده شرف ليا طبعا. بس طبعا انا كل ما بشوف الحاله ده واشوف ان الناس كلها دي الناس في الكواليس مصدقاهم وحاسه ان ده هو ده فعلا الشخصيه، ده كل ممثل هو ده الشخصيه ده، فده كان شيء طبعا بيفرحني جدا الحمد لله. اكيد. وكان بيثنى عليا طبعا الدكتور بيتر، كان كل ما بيشوف حد يقول لي تسلم ايدك يا احمد، هو ده كان طبعا حاجه طبعا بالتعاون طبعا مع الكرو والكرو بتاعي طبعا، المكياج كله طبعا كلهم تعبوا لان انا مش هقدر اعمل كل الناس لوحدي. اكيد، لانه شخصيات كتيره. طيب انا كل الناس اكيد بصراحة. اكيد، واحنا بنحييهم معاك. في مشهد يا ريت نرجع زملائنا يحطوه تاني، مشهد اللي فات اللي فيه الـ يعني المشير طنطاوي والحقيقه رحمه الله عليه، وهو يعني طبعا فنان احمد بدير بيأدي دور المشير طبعا، اهو شايفين الدور وشايفين الفنان احمد بدير. برضو كلمني عن تحضيرك للشخصيه دي، لانه برضو مش شخصيه سهله انه نأدي يعني نحاول نقرب من الشكل بتاعها. بصراحه استاذ احمد بدير طبعا ممثل كبير وعظيم طبعا، اول ما بدأنا نشتغل قال لي جمله، قال لي انا بحب الشخصيه دي جدا طبعا، نفسي اعملها جدا بصراحه، انت فاهم. فده برضو النجم برضو او الممثل لما بيحب الشخصيه بكل تفاصيلها بتلاقيه نفسه بيقرب للشكل، بيقرب للحركات، ملامح الوش يعني بيحصل تصالح. فحضرتك لما باجي انا اعمل التفاصيل بقى بتاعت الميك اب، تفاصيل الوش لو في حسنه في حته معينه بنعملها، الشعر بطريقه معينه بنعمله، فكل ده لما بيجي يقرب للشكل وبيحسه هو وهو اصلا حابب الشخصيه، فخلاص يعني. لا يعني استاذ احمد بدير ما خدش مني مجهود كتير بصراحه ووصل للشخصيه. طيب في النهايه برضو انا يعني احب يعني عايزه اقول لك، انتوا طبعا بتحضروا الشخصيات دي كل يوم للتصوير، يعني هي مش شخصيات بالضبط. مره واحده بنعملها، فانت كل يوم عندك راكور زي ما احنا بنقول عليه، فانت عندك أيوة. راكور ثابت علشان يفضل كل يوم هو بالظبط يا فندم. ما بقول لحضرتك النظام اللي احنا بنشتغل بيه والهاند ميد اللي احنا بنشتغل بيه، احنا بنشتغل شعرايه، فلازم نبقى مركزين جدا. والاخراج طبعا مادونا مساعده الاخراج طبعا معانا بالتفصيله بالشعرايه، لا الشعرايه دي. طب لما تبقى الكاميرا لما بتدور الساعه 10 الصبح
بتبقى انت لازم جاهز قبلها بقد ايه؟ طبعا لازم ابقى طبعا جاهز قبلها. احنا بنيجي قبلها بساعتين، ساعتين ونص كده بنبدا نجهز، وطبعا مع التيم بتاعي كله. فلا بنبقى قبلها بساعتين، ساعتين ونص نبقى موجودين في اللوكيشن، وكل الممثلين والنجوم موجودين، نبدا نشتغل. يعني احنا مثلا لو كمان 12 مثلا ندور، عشان ندور 12 بنيجي قبلها الساعه 9 ونص او يعني. الشخصيه الواحده تقريبا بتاخد قد ايه؟ شخصيه مثلا فنان ياسر جلال طبعا وهو بيؤدي يعني دور الرئيس عبد الفتاح السيسي بياخد وقت قد ايه في التحضير؟ من نص ساعة لساعة الا ربع كده، من يعني نص ساعة لساعة الا ربع حسب الشغل والكلام ده كله، ما بين نص ساعة لساعة الا ربع. استاذ خالد الصاوي كان بياخد في حدود ساعة ونص. كان في برضو بعض المشاهد زي المشهد اللي موجود على الشاشة ده، وطبعا مفروض هنا انه فنان ياسر جلال بيقدم يعني شخصية رئيس عبد الفتاح السيسي في الوقت ده وزير دفاع، وكان بيخاطب الجنود. هنا بيبقى مطلوب بيبقى الملابس مع النظارة اللي كان السيد الرئيس بيلبسها مع لون البشرة في النهار، بتبقى اكيد الدنيا مختلفة، ليها مكياج برضو اخر. طبعا 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 كل احنا زي ما بقول لحضرتك، احنا راكوله بنشتغل عليه بنفس اللون بنفس كل حاجه. اللبس طبعا والنضاره والتفاصيل دي كلها كان استاذ حسن مصطفى الستايلست كان عاملها على احسن احسن على احسن وجه فعلا. والحمد لله كله اجتهد وكله تعب وكله ذاكر، فبالتالي الحمد لله يعني كان النجاح من نصيبنا الحمد لله رب العالمين. طب انا سمعت حاجه كمان، واكد لي استاذ احمد مصطفى، سمعت حاجه انه بعد ما بينتهي الفنان ياسر جلال من المكياج بيبعد شويه قبل ما الكاميرا تدور، وبيبقى مع نفسه في صمت تمام. طبعا يعني طبعا والناس كلها طبعا بتحس انه لا يعني هو في دور صعب، والناس كلها يعني بتحترم ده وبتسيبه يعني. هل ده كان بيحصل فعلا؟ طبعا الله يكون في عونه. طبعا دور مهم جدا وبيعمل شخصيه عظيمه جدا، فطبعا لازم بعد ما بنخلص الكلام ده كله بنسيب الكروان وبننزل بيقعد هو شويه مع نفسه وبتاع قبل ما ينده له عشان طبعا يصور. أكيد. طبعا لازم احنا لازم مقدرين ده كويس جدا طبعا. أكيد. لكل الشخصيات أكيد. أنا بشكرك جدا الماكير المحترف الأستاذ أحمد مصطفى، مسلسل الاختيار 3، بشكرك على المجهود اللي موجود في كل الفنانين في هذا المسلسل، وما زلنا بنتابع كل الحلقات وكل المشاهد اللي كل يوم بتزداد سخونة في يوم عن يوم. بقي شيء واحد بس الحقيقة، أنا شخصيا كمواطنة هنا مش كمذيعة سعيدة بيه، إن احنا بقينا في زمن نقدر نشوف رئيسنا على الشاشة. يعني كنا بنشوف الأفلام الأمريكية وننبهر، يعني بنقول يا بيعملوا دور يعني رئيسهم الأمريكاني عادي وهو موجود في الحكم. فأعتقد إن احنا عندنا من الجرأة وعندنا من الحرية الكبيرة اللي مسموحة إن احنا نقدر نشوف حتى رئيس دولتنا وهو في عمل درامي. أعتقد دي حاجة غير مسبوقة في الدراما المصرية، ودي شيء جميل جدا بياخدنا لأفاق جديدة وأرض جديدة من الحرية في الدراما المصرية بإذن الله. فاصل وأعود وأستكمل معاكم أيضا حاجات مهمة جدا في الدراما المصرية الجميلة اللي بنتابعها في رمضان بعد قليل. من النجوم اللي تألقوا السنة دي كمان فنان كبير جدا، مبدع، فنان مبدع بين النضوج والعمق، وهو أيقونة النجاح، وأصبح اسمه هو معناها ان فيه هنشوف مسلسل مهم، مسلسل مختلف، ومسلسل فيه ابداع وفيه فكره. النجم طارق لطفي اللي بيقدم طبعا عمل متميز جدا في مسلسل جزيره غمام. الحقيقه المسلسل متميز، عالم سحري بديع مليان طبعا تفاصيل كثيره جدا، مليان عمق، مليان رمزيه، مليان اشياء شعريه، وكمان التصوير رائع، الكاست مختار بعنايه، الحاله كلها الحقيقه فيها إبداع من نوع جديد. وأنا دايما لما بلاقي اسم طارق لطفي موجود على عمل أعرف أن العمل ده لابد أحطه في لستة المشاهدة. الفنان والنجم طارق لطفي، مساء الخير وألف مبروك. ربنا يخلي حضرتك، ميرسي جدا جدا على المقدمة الهائلة دي، يا رب نكون يعني سهلها. أنت تستاهلها وأكتر أكيد. ربنا يخلي حضرتك. بس ربنا ناوي تعمل فينا إيه بقى السنة دي يعني بطرح البحر؟ لا يعني كثير جدا، الأحداث لسه ما ابتدتش طبعا، كل ده يعني بداية الانترو يعني بتاع المسلسل. ان شاء الله اللي جاي يعني هتشوفوا حاجات كبيرة جدا. الحقيقة عبد الرحيم كاتب مسلسل رائع وكاتب خيال ما حصلش، وكل ممثليننا ما حصلوش الحقيقة بجد. حقيقي يعني حقيقي. انا مستمتع بالعمل معاهم،
ومخرج رائع زي حسين المنباوي، مدير رائع رائع زي اسلام لا يعني، وديكور كمان عباس عامل ديكور ما حصلش. لا في حاله الصوره فيها حاله ابداعيه راقيه يعني الحمد حتى لله. المشهد وانت بتحط بقى بتعيش في عالم السحر وبتحط على عينيك مشهد الحلقه امبارح اعتقد أيوة. مشهد الختام قد ايه المشهد ده بياخدني انه يعني انت مدهش طارق لطفي، يعني انت تاخدنا من الجماعه او من الداعش او القاعده وبعدين تنقلنا للغجر، ويعني من عالم لعالم، يعني انت بتقدر تخش هذه العوالم ازاي؟ يعني كل عالم الحقيقه ليه تفاصيل يعني، بس يعني الحمد لله والواحد بيحب اللي هو بيعمله فبيشتغل على نفسه بس على قد ما يقدر يعني، لكن لا هو كرم كبير من ربنا في الأول يعني، بس إنه بيجيب لي حاجات مختلفة يعني. المسلسل ده كمان طبعا والمسلسل ده تحديدا صعب لان انت مش بتعمل مجرد دور من الغجر، لكن الغجر دول هيطلع وراهم قصص وحكايه، والمسلسل عامل زي ايه الطبقات يعني أيوة. على المشاهد يقعد يبص ما بين الطبقات وكل واحد يفهم اللي عايز يفهمه يعني، في طبقات كده في المسلسل. وطبعا عبد الرحيم كمال لما يكتب والمنباوي لما يخرج يعني لازم ننتبه. او احنا شايفين المشهد اللي بقول لك عليه ده على الشاشه دلوقتي، بس انا بسالك على تحضير الشخصيه لانه عالم الغجر ده اتعمل في حاجات كتير، بس انا شايفاه انت بتقدمه بطريقه تانية مختلفه تماما يعني. الحمد لله طبعا احنا الحقيقه الشركه وفرت لنا كمان باحث استاذ في الجهه اتكلمنا كتير قوي وكلمني كتير قوي عن العالم ده والغجر ومصطلحاتهم وجاب لنا ريفرنسز كتيره جدا للصور بتاعتهم وحاجات كده، ولكن في الاخر احنا خلقنا العاده العالم اللي احنا حابين نعمله بناء على ورق عبد الرحيم كمال طبعا. فقعدنا كتير قوي على الشخصيه دي انا وحسين المنباوي الحقيقه، واخترنا لبسها بالشكل ده علشان يتوه في وسطهم، اخترنا شكل شعره كده شنبه كده يعني، اخترنا كل اللوك بتاع الشخصيه بتفاصيل وقاصدين كل حاجه يعني، قاصدين شعره يبقى لقدام لسبب، قاصدين شنبه يبقى مبروم لفوق لسبب يعني علشان نفس الكاركتر نفسه انت تتلخبطي فيه. أيوة. هو ده ولا ده ولا يعني فهماني سمات أيوة. كده من كل شخصيه هو جواه لان هو متلون ومتحول طبعا. وبعدين انا شايفه انه ادائك يعني حتى الان ضاحك ومبتسم يعني، حتى يعني في كده يعني الضحك والابتسام اللي هو يعني لسه الجاي لسه بيسخن يعني، فالاداء طيب. علاقه مساله بقى انت بتدرب قرود، عملت تدريب القرود ده ازاي اصلا؟ هو يعني زمان كانوا بيعملوا كل يعني حاجات كتير قوي نسانيس بنار رقص غنى حاجات كتير قوي، هو زعيمهم فهو بيعرف يعمل كل الحاجات دي يعني. انا الحقيقه كمان بحييك على المشهد اللي كان ما بينك وما بين رياض الخولي ومي عز الدين طبعا بنحييها يعني، الحقيقه مشهد الحوار مكتوب بطريقه عامل زي لعبه البينج بونج يعني، الحوار كان كله يعني هات وخد بطريقه غير طبيعيه يعني، فاحنا مستمتعين بالاداء وبالحوار ومش هحرق طبعا يعني احنا هنروح لفين انا شخصيا مش عارفه، بس اكيد ان شاء الله مع نهايه العمل ده يكون لنا كده يعني نقعد كده على الهادي وترجع بقى من عالم الغجر ده ونقعد قعده هاديه كده ونشوف أتشرف. الحكايه راحت أتشرف. فين وازاي يعني. اتشرف يا فندم اتشرف. خلاص انا بشكرك جدا وبتمنى لك التوفيق، واحنا بنتابعك كل يوم وبنتابع هذا العمل الجميل الفنان الكبير طارق لطفي، بشكرك شكرا جزيلا. طيب خلينا برضو نروح لأنه أنا أمام فنانة جميلة وأنا الحقيقة يعني بحبها على المستوى الإنساني والشخصي، وهي مبدعة وكل يوم بتقدم جديد، الفنانة أنوشكا اللي دايما حتى لما بتقدم الدور الراقي بتقدمه بوجهات نظر مختلفة ومتنوعة بشخصيات هي حقيقة معجون التمثيل. فنانة الجميلة أنوشكا مساء الخير. مساء النور ومساء الجمال ومساء الرقي. انت يا شاف حبيبه قلبي، بس انا ليا طلب عندك عشان انا بحب خالد النبوي وانت ست كويسه، ادوا له فلوسه يعني راعوا برضه يعني احنا منفعلين معاكم يعني. يديله فلوسه ما نديلوش فلوسه بقى، بس الاول لازم يتلف كده يلف ويدور السبع دخان. ايوه بالظبط يعني بس انت ست كويسه يا انوشكا اديله فلوسه برضه يعني. ما هوش انا لما اخد فلوس انا الاول. بالظبط. كلميني على الدور اولا، انا يعني المسلسل ده بيرجعنا لريحه زمان ابو العيله البشري، حتى الاغنيه حنيت للبيت ورجعت البيت الجمله دي من اول دقيقه اما سمعتها رحت قايله حنيت
حنيت للبيت ده، دي تمس كل واحد فينا، كل واحد فينا حقيقي. أنوشكا في المسلسل راجعين يا هوا مختلفة تماما مثلا عن أنوشكا اللي عملت مثلا جراند أوتيل، يعني أنت بتقدمي شخصية راقية بس كل شخصية ليها أبعاد مختلفة. لا جراند أوتيل وزركش كمان. زركش طبعا. أنا كنت قلقانة إن يبقى في شبهة كده، شبه قصدي من زركش، ولكن يعني الحمد لله الحمد لله مع محمد سلامة المخرج عرفنا نهرب من الجزئية دي، لأنها برضو بتعتبر من الشخصيات اللي هي فيها لمحة كوميدية أو فيها لمحة تسلط هي أو اعتداد قوي بنفسها، بس في اختلاف، واختلافنا شريفة تختلف تماما عن شيرين بتاعت السنة اللي أكيد بيه. أكيد شيرين دي دوختنا يا كمان يعني. طيب أنا عايزة أقولك بقى، أولا المباراة، أنتوا عندكم مباريات تمثيل في المسلسل ده، يعني خالد النبوي، وفاء عامر، أنوشكا، يعني عندكم الحقيقة مباريات تمثيل عالية جدا في المسلسل ده، وطبعا في هنا شيحة بقى وفي نور، فيعني نور مختلفة تماما جداً عن أي سنة فاتت، نور مختلفة عن أي حاجة عملتها قبل كده. سلمى أبو ضيف بنوتي مختلفة تماما عن سلمى أبو ضيف في حلاوة الدنيا، بس كنت مبسوطة أنها بنتي برضو. أيوة. الوجوه الجديدة كلهم ابني شريف حافظ جميل جميل جدا. أيوة. كأن لما بقول جميل مش بس جميل قدام الكاميرا، لا ورا الكاميرا كمان. يعني لما بنيجي نشتغل مع بعض انت بتكلمي على مباراة ده ما بيننا وما بين. طب قولي لي بقى في المسلسل، اولا انتوا منقسمين يعني في بيت هنا وبيت هنا وحالة هنا وحالة هنا، بتعملوا ايه بقى بخفه الدم جوه الاستوديو؟ لانه احيانا اكيد بتلتقوا في مشاهد الخناقه اللي كانت على السفره دي، يعني كان هنا في الغداء وهنا الغداء، يعني والمخرج الحقيقه رائع عشان ينقل التضاد اللي موجود ما بين البيتين. ما بصي احنا لما بنشتغل ونلاقي رد الفعل، اول رد فعل بيبقى جاي لنا من الزملاء اللي موجودين، الكاميرامان وكل الناس اللي هم احنا قدام الكاميرا، كل من هو يعني ورا الكاميرا لو ضحك بنبقى احنا مطمنين ان يعني هتبقى فيها حاجه تعلق مع الجمهور. المشهد ده بالذات والمشهد الثاني اللي زينب بتقول لي فيها اي حاجه يا شريف، حاجة شريفة، أنا من امبارح للنهاردة جيراني كلهم يبصوا لي يقولوا لي يا حاجة شريفة، يا حاجة شريفة خلاص. أيوة طلعت عليكي خلاص. يعني لما بتتقابلي بقى أنت وفاء عامر في اللوكيشن برضو، كل واحدة واخدة جنب المفروض عشان تتقمصوا، يعني احنا يعني مشاهدنا اللي جاي كمان لسه هتشوفوا في حاجات هتفاجئونا بيها. بقى هي انا مبسوطه انها يعني في تضاد ما بيني وما بين وفاء. طبعا انت بتقولوا ست ارستقراطيه، انما في الاخر لما تيجي تتفرجي على شريفه كويس، بس برضو ليها برضو ايه تكتها سن، مش هقول لك سن بلدي بس سنه. أيوه. ما هياش ست ارستقراطيه منشيه ابوها مش باشا ولا بي ولا حاجه. هي اخدتها كده بس. وفي بقى العنف اصله بيخلي الانسان ما عندوش الرقيه لما يبقى فيه عنف، يعني اكيد بيحصل ده. وليها دهاء، الدهاء العادي بتاع المهم بصي انا عارفه ان انتوا لسه بتصوروا، وانا بس هوصيكي على خالد النبوي عشان المشاهدين عايزين الراجل ده معهوش فلوس ياخد فلوسه، بس يعني ياخد اي حاجه علشان المشاهدين بيحبوا خالد، فهم عايزين ان احنا نديله الفلوس بالظبط، بس مش لما يشوفوا الاول نديله ولا ما نديلوش، هم اللي يقرروا. بس هم اللي يقرروا شويه وقت عبال ما تقرروا نديله أكيد ولا ما نديله. اكيد احنا لسه النهارده هنشوف الحلقه الخامسه، واكيد لسه المسلسل ممتد. أنوشكا انا بسعد بيكي دايما بكل نشاطاتك، وكل عمل بتقدميه بيكتب دايما نجاح ليكي على الشاشه. بشكرك شكرا جزيلا.
طبعا يعني عايزه اقول لكم يعني الحلقات بتاعت التاسعه بتجري زي ايام رمضان لما بتجري، لكن الكلمه الاخيره الحقيقه للدراما المصريه. الناس سعيده جدا بالدراما، الناس مش ملحقه تتفرج على ايه ولا ايه، الناس بتكتب على السوشيال ميديا كلام رائع، الموضوعات مختاره، التصوير، الاخراج، حاجات كتير جدا. عندي تفاصيل كتيره غدا باذن الله نحاول ان احنا نتكلم اكتر في تفاصيل كتير عن هذه الدراما، ولكن اعتقد ان احنا بدأنا بداية حلوة في عصر جديد للدراما المصرية بأشكال مختلفة، وده مش جديد على مصر أبدا ومش غريب عليها أبدا. تحية لكل من قدم هذه الدراما المحترمة اللي بنشوفها كل يوم، ونفضل في هذا الماراثون الرمضاني بهذا الرقي. غدا إن شاء الله نلتقي معكم في التاسعة، تفاصيل أخرى كثيرة عن دراما رمضان وعن أخبارنا في مصر والعالم. تصبحوا على ألف خير. شكرا.